السلام عليكم. شهدت مشاورات الكويت مؤخرا جهودا لافتة إقليميا ودوليا عكستها التحركات الخليجية التي بدأت باجتماع أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالوفد الحكومي ووفد تحالف الانقلاب منفردين، وكذا التصريحات الإعلامية ذات الصلة. فقد صرح وزير الخارجية البريطاني بقوله إن وجهة النظر البريطانية تتطابق تماما مع الرؤية الخليجية حول مشكلة اليمن وآليات حلها. القبول بعودة هادي باعتبار الرئيس الشرعي بضمانات دولية هو التحول اللافت في تصريحات ناطق الميليشيا الذي أشار إلى أن هناك توافق على بقاء هادي لفترة انتقالية بضمانات دولية. هذا التحول اللافت لا يخلو كما يقول مراقبون من وضع العصا على العجلة كما هو أسلوب الميليشيا في التعاطي السياسي. فحديث الناطق عن حكومة خلاص حديث مطاطي مفتوح التأويلات إن لم يعد بالأحداث إلى نقطة الصفر وتحديدا إلى اتفاق السلم والشراكة. من الواضح أن أوراق اللعبة الإيرانية بدت واضحة من خلال فرض أجندتها عبر الحوثي الذي أصبح يمتلك خط مفاوضات مباشر مع الرياض عن طريق المشاورات الرسمية أو المشاورات الموازية. بالمقابل الوفد الحكومي بحسب مصادر مطلعة سلم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قائمة طويلة بأسماء عدد من شاركوا في الانقلاب على الشرعية وارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب اليمني. إلا أنه كما يبدو أن الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة بالغة الحجم والتأثير من قبل جهات دولية بعينها تريد الإبقاء على اليمن في حالة الدولة الهشة لغرض في نفس مدير الكنترول الدولي. حول الأحداث الأخيرة المتعلقة بشأن السياسي اليمني والمرتبطة في سياق مشاورات الكويت ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ بمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. هل نجحت إيران في تصدير خبرتها التفاوضية للحوثيين؟ يطول أمد المفاوضات فتطول مدة سيطرتهم ممسكين بتلابيب السلطة، وبالتزامن معها يتم إحلال عناصرهم في الوظائف الدنيا والتنفيذية في الجهاز الإداري للدولة، وبينما يفاوضون على تشكيل لجنة منهم يسلمون إليها السلاح الذي نهبوه من معسكرات الدولة، فإنهم في الوقت نفسه يكسبون المزيد من الأموال بفضل سيطرتهم على البنك المركزي ووزارة المالية وحركة التجارة التي يديرونها في الظلام. المؤسسات الدولة في الاستيراد في القطاع الخاص، وإحنا سطرنا حتى ضمن البيانات أن ما هي قضية المساعدات هي التي ستفيد اليمنيين، ما باستطاعتهم أبدا، هم بقى الدولة قليل، لكن قضية النفط بيشترى، القمح، الحبوب، أهم شيء أنك كيف نعمل على رفع الحصار وفك وإيقاف العدوان. الميليشيا التي أعلنت موافقتها على الذهاب لمشاورات الكويت المصممة لتنفيذ القرار الأممي الذي يلزمها بتسليم السلاح والانسحاب من المدن لم تتوقف أبدا عن التنصل من التزامها ومحاولة الخروج باتفاق لا يعيد السلطة الشرعية وإنما يمنح الشرعية لسلطة الميليشيا. المشاورات التي طال أمدها في الكويت دفعت أمين عام مجلس التعاون الخليجي للمبادرة بوساطة جديدة بين الفرقاء اليمنيين، حيث عقد مساء الأربعاء لقاءات مكثفة ومنفصلة مع وفد الحكومة والوفد المشترك للحوثي والمخلوع والمبعوث الأممي ووزير الخارجية الكويتي. ومع توقف العمليات العسكرية للتحالف العربي قبل تحقيق هدفها المعلن بإعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب، فإن الميليشيا تنجح بالتدريج في تكريس صورة وجودها في السلطة كما لو كان وضعا طبيعيا، ولو اضطرت لاستخدام مساحيق رديئة على أوراق الصحف الخليجية التي لا يكاد ناطق الميليشيا يختفي من على صفحاتها مصرحا أو مسربا، وهو يغري دول الجوار بوهم التعايش مع الميليشيا بخسائر أقل من خسائر الحرب عليها، على أن تغض النظر عن حجم خسائر اليمنيين أو مدى وجعهم من وقوعهم كرهائن في عملية خطف جماعية طويلة الأمد. يفقدون أملهم في الخلاص منها مع مرور الوقت، بل ويفقدون حتى مصطلح الخلاص حين تستولي عليه الميليشيا وتستخدمه في واحدة من محطات الخداع التي لا تريد لها أن تنتهي. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب المحلل السياسي جمال المليكي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ جمال. يعني تلاحظ معنا التحركات السياسية الأخيرة اللافتة ابتداء من التحرك الخليجي إلى تصريحات وزير الخارجية البريطانية إلى الاعتراف أيضا اللافت والتحول من قبل الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي حول شرعية الرئيس هادي. برأيك بداية ما الذي تعكسه مثل هذه التحركات؟ ونحن قلنا مرارا بأن ميليشيا الحوثي لديها تكنيك بموضوع التعامل مع فكرة الحوار. هذا التكنيك يتمثل
بفكرة أنهم يأتون بنقاط هدفها الرئيسي هو إطالة المدة بحيث يتمكنوا من كسب الوقت ومن تحسين شروطهم على الأرض، ومن ثم إفراغ جوهر الاتفاقيات محل النقاش. هذا ما تفعله جماعة الحوثي مرارا وتكرارا. هم يريدون أن يعيدونا إلى ما بعد اجتياح صنعاء. ما بعد اجتياح صنعاء، الصورة التي كان يريدها الحوثيون هو أن يكون هناك رئيس دولة عبارة عن سكرتير لعبد الملك الحوثي، وأن يكون هناك ما أسميه أنا بين قوسين رئيس الرئيس المتمثل برجل الكهف عبد الملك الحوثي. هم يريدون أن يعيدون إلى هذا المربع. كيف يمكنهم أن يفعلوا ذلك في ظل المفاوضات القادمة؟ عندما نقول أنه يسلم السلاح لما يسمى دولة الخلاص، في ظل ما حدث من حوثنة لكل أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية، نحن فقط ننقل السلاح من يد الميليشيا إلى يد ذات الميليشيا، ولكن بعد أن ألبسناها لبساً عسكرياً. إذن نحن بهذه الحالة سوف نكون زرعنا لغم في منطقة خطيرة، العالم كله يحذرنا أننا إذا استمرنا بالحرب فإن هذا خطر على المنطقة، سيكون خطر على المنطقة إذا سمحنا للميليشيات الحوثي أن تمرر المخطط الذي تسعى إليه. نعم، طيب يعني ما دلالة مثل هذه التحركات الأخيرة أستاذ جمال؟ يعني هناك نلاحظ تفاعل مجتمع دولي غير مسبوق هذه الآونة الأخيرة، على ماذا يدل؟ هو للأسف الشديد يبدو أن العالم لم يعرف جماعة الحوثي كما هي. لم يستطع، دعيني أقول بكل وضوح، لم تستطع الجبهة الإعلامية للشرعية برمتها أن تنقل الصورة إلى المجتمع وإلى، دعيني أقول، إلى صناع القرار وإلى النخبة الغربية. هذا باعتقادي أنه جزء من المشكلة. أيضا التحالف، إعلام التحالف، إعلام الحرب، لم يكن إعلاما يخاطب هذه الشريحة. استطاع، دعيني أقول، من يقف مع جماعة الحوثي أن يحدث اختراقا دبلوماسيا مع بعض الجهات في الدول التي تصنع القرار، كما يلحظ بشكل واضح من على سبيل المثال كلام وزير الخارجية البريطاني. إذن نحن أمام إشكالية من، دعيني أقول، من جزئين. الجزء الأول يتعلق بجماعة الحوثي، والجزء الثاني يتعلق بعدم وضوح الصورة الذهنية عن هؤلاء لدى الغرب، لدى المجتمع الغربي، بالإضافة إلى وجود أجندة أصلا. لكن هذه الأجندة يمكن أن يتم التعامل معها بضغط إعلامي، هذا الضغط غير متوفر من وجهة نظري. نعم، طيب أستاذ جمال، يعني وأنت تذكر وزير الخارجية البريطاني يعني في لقائه الأخير مع سكاي نيوز يعني تحدث عن أنه يقف مع الشرعية، وأن وجهة نظر يعني بريطانيا تتفق تماما مع وجهة نظر الرؤى الخليجية كما سماها، ولكن في نفس الوقت تناقض مع نفسه وتحدث عن أن اتفاق السلم والشراكة ربما سيكون هو الحل، ويعني يلمح من خلال حديثه أن هناك قبول بهذه الميليشيا. كيف يعني تقرأ مثل هذا التصريح؟ جوهر المشكلة أن جماعة الحوثي لم يعرفها المجتمع الغربي كما عرفناها نحن. هذه هي جوهر المشكلة. هذه الجماعة هي تسعى أن تكسب هذه الجولة لتواصل نضالها. نحن أمام جماعة دينية ذات كثافة إيديولوجية، لا يمكن أن تكون هذه هي المرحلة النهائية، لا يمكن أن تستسلم بهذه السهولة أو أن تنخرط بعملية سياسية حقيقية. هي تريد أن تكتسب غلافا لما تريد أن تفعله. هذا الغلاف يعني أستاذ جمال، يعني قصة أنهم لم يعرفوهم حتى الآن يعني ليست منطقية كثيرا، خاصة وأنهم تعاملوا معهم وجها لوجه ووجدوا كيف أنهم يعني يخالفون كل الاتفاقات التي يتفقون بها مباشرة. هناك من يرى أنه يعني تدليل مفرط لهذه الجماعة، يعني كيف تفسره أنت إن صح لنا القول بأنه مجرد يعني تماشي مع أهوائها، وأيضا غض الطرف عن كثير من الأخطاء الذي تقوم به منذ يعني بداية الانقلاب وحتى اللحظة؟ أنا أقصد بعدم معرفتهم بجماعة الحوثي معرفتهم بمخططاتهم دعيني أقول العقيدة التي ينطلقون بناء عليها. أما ما يحدث في الكويت فالغرب متعود على هذا النمط من التفاوض، ويرى أن هذه الجماعة خائفة على مستقبلها. ونحن يعني اطلعنا، حتى قابلنا بعض المسؤولين، بعض الذين كانوا متواجدين في بعض اللقاءات بتواجد سفراء الغرب،
هم يبررون ذلك أن هذه جماعة تخاف أن تسلم نفسها لأعدائها. هذا المبرر هو الذي يتداول لماذا جماعة الحوثي تتفق صباحا ثم تنقلب مساء. لذلك أنا ما زلت مصر على أنه النقطة الجوهرية لهذه الإشكالية هو أن المجتمع الدولي لم يعرف جماعة الحوثي ويعتقد أنها بإمكانها أن تتحول إلى حزب سياسي. نحن نتمنى ذلك، لكن الوقائع على الأرض لا تدل على شيء. التخويف، المبالغة بالتخويف من الحل العسكري، هذا أحد القرائن التي أستشهد بها، لأن هذه الجماعة إذا لم تستجب للتفاوض. نعم، ولكن يعني وزير الخارجية يتحدث عن أن الحل الوحيد هو حل يعني سياسي، لا توجد حلول عسكرية. وربما أستاذ جمال، يعني وأنا يعني أريدك أن تركز على هذه النقطة، الحل العسكري لم يؤتي ثماره خلال سنة ونصف حتى الآن، وإنما يعني ربما دخلت بعض المدن في بحر دم لم ينتهي حتى لحظة هذه المشاورات. هل الحل العسكري الذي لم يجدي خلال تلك الفترة الماضية سيجدي يعني في هذه الفترة الراهنة؟ هناك أسباب كثيرة جعلت، دعيني أقول، الحل العسكري لم يحقق الأهداف الكاملة له. نعم. لا، وهناك أهداف لها علاقة حتى بالتحالف نفسه. هل يعني إذا أردنا أن ندخل في هذا سنخوض في نقاشات طويلة ربما ليس هنا المقام لذكرها، لكن دعيني أقول أنه يعني ما يخدم الميليشية اليوم هو أن نقول أن الحل العسكري غير مطروح. هذه الميليشيات، لذلك قلت أنهم لم يعرفوا طبيعة هذه الميليشية. هذه الميليشية لن تفهم إلا لغة السلاح، لغة القوة، ما لم تكن، دعيني أقول بكل دقة، خيار القوة مطروحا على الطاولة، ما لم يلوح به لهذه الميليشيات، هذه الميليشيات لن توافق على أي اتفاق سياسي، ولن تكون جزء من أي اتفاق سياسي، لأنها ببساطة ستفكر أنه إذا 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 كان هناك إمكانية لتحقيق كل هذه الأهداف لماذا أتنازل؟ وبالتالي لابد أن يظل خيار القوة مطروحا، ولابد أن يفهم المجتمع الدولي ذلك، سواء بشكل واضح أو بشكل يعني كما يذكر أن هناك اتفاق وراء الكواليس على أن يبقى خيار القوة مطروحا، وأن هناك رضا بعملية عسكرية قادمة من بعض القوى. إذن يعني ألا تتوقع، يعني تحدث يعني هناك تصريحات من ميليشيا الحوثي أو وفد الانقلابيين الذي في الكويت يتحدث عن ضغوطات يمارسها الزياني عليهم، وأن هذه الضغوطات ربما ستفجر الموقف وتفشل المفاوضات. باعتقادك ما هي الضغوطات التي يمكن أن يعني تفشل المفاوضات أو تعيدها إلى مرحلة الصفر التي يمكن أن يمارسها الزياني؟ وعلى المملكة العربية السعودية والتحالف أن يدرك شيئا واحدا، أن هذه الجماعة إذا لم تفهم أنها ستعود بحجمها الطبيعي إلى المشهد السياسي وليس بما حققته بطريقة انقلابية، يعني هذه هي نقطة جوهرية لابد أن تصل. وباعتقادي للأسف الشديد نقول ذلك من خلال مراقبتنا لنمط التحركات الحوثية. نحن يعني لا نأخذ هذا الكلام من تصريحات من هنا وهناك، نحن نراقب التحركات على الأرض في كل. إذا أستاذ جمال ابقى معنا، يعني سنعود إليك بعد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمراني نائب رئيس لجنة التواصل في الفريق المساند للجنة المشاورات في الكويت. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور أستاذ محمد. بداية، ما هي آخر تطورات المشاورات في الكويت؟ في الحقيقة المشاورات الآن تسير بآلية غير مباشرة كما هو معلوم. نعم. يعني أن الوفود تلتقي مع ولد الشيخ بشكل انفرادي، ليس هناك لقاءات مباشرة بين بين الأطراف. الأطراف لا تلتقي بشكل مباشر، تتبادل الرؤى عبر هذا الوسيط الدولي في المسارات الثلاثة، المسار العسكري والأمني، وايضا مسار لجنه المعتقلين والاسرى، وايضا المسار الاخير اللي هو مسار السياسي المتمثل باستعاده الدوله وعوده المؤسسات الرسميه للدوله. الاراء تتبادل او في هذا الاطار، ليس هناك حقيقه اتفاقات معلنه حتى الان. كل فريق يقدم رؤيته الخاصه فيما يتعلق بالمسارات الثلاثه، ويعني حتى الآن ليس هناك رؤية مشتركة قدمها مثلا ولد الشيخ أو غيره.
لكن الرؤى تطرح في هذا في هذا في هذه السياقات الثلاثة. الوفد الحكومي يقدم رؤاه لولد الشيخ، قدم رؤية أمنية مفصلة وقدم رؤية سياسية. اليوم قدمت رؤية سياسية، ورقة سياسية مفصلة تتعلق ب استعادة مؤسسة الدولة وأيضا عودة العملية السياسية بعد إنهاء أو إنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة كما هو منصوص عليه في المرجعيات وفي القرارات الدولية. موضوع الأسرى والمعتقلين أيضا هناك نقاشات في هذا الموضوع. قدمت أيضا رؤية وهناك مسودات يتم تبادلها بين الأطراف الثلاثة، سواء الأمم المتحدة تقدم رؤية والوفد الحكومي قدم رؤية وأيضا الطرف الآخر قدم رؤية. رؤية الوفد الحكومي تعتمد على مجموعة من المبادئ أهمها. نعم. ماذا أستاذ؟ نعم أستاذ محمد، ماذا عن الأسماء التي قدمها وفد الحكومة حول يعني الشخصيات التي يعني تسببت بالانقلاب كما وصفت والمطالبة بوجود محاكمة لها، محاكمة دولية؟ نعم. بالنسبة لهذا الموضوع يعني نحب أن نؤكد بأنه رؤية الوفد الحكومي أساسا قائمة على أساس إنهاء الانقلاب واعتماد كل المرجعيات الواردة، اللي هي المرجعيات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. من القرارات التي صدرت في هذا الصدد القرار 2140 والذي يتضمن عقوبات بحق أشخاص بحدد أسمائهم، وايضا القرار 2216 اكد على هذه العقوبات وشكلت ايضا لجنه عقوبات. والرؤيه ايضا تقوم على اساس ازاله كل العراقيل التي يمكن ان تشكل اشكاليه في استعاده المسار السياسي، الذين تورطوا في اعمال عسكريه ضد الدوله والمؤسسات، تشاركوا في نهب الاسلحه واسسوا بفكره انهيار الجيش الوطني، تدمير بنيه الدوله، هؤلاء يجب ان يحالوا الى المحاكم كاساس لإنجاز عملية سياسية ثابتة وصالحة، لأنه هناك إشكالية متعلقة من نعم يعني التجارب. أستاذ محمد، يعني هل المطالبة كانت أن تدخل هذه الأسماء ضمن من شملهم يعني قرار العقوبات؟ أعيد السؤال لو سمحت لي، لأنه الصوت يعني تحدثت أن يعني أن هناك القرار 2140 يتحدث عن العقوبات الدولية من ضمن القرار 2216، هل يعني تريد الحكومة ضم هذه الأسماء لمن تحدث القرار بأسمائهم حول عقوبات دولية عليهم؟ أنا ذكرت لك بأن هذه واحدة من الأساسيات التي يطالب بها الوفد الحكومي، وهي مسألة تهيئة الأجواء السياسية لعودة العملية السياسية. من ضمن تهيئة الأجواء إزالة كل العراقيل التي يمكن أن تشكل أسباب، مثل ما حصل مثلا في المرة السابقة، إعطاء بعض الأطراف حصانة دولية أسهم في وجود انقلاب آخر، وهذه الإشكالية يجب أن تتدارك خلال المرحلة القادمة. بمعنى أنه يجب تنفيذ القرارات الدولية فيما يخص الأشخاص الذين اتهمهم مجلس الأمن بأنهم معرقلين للعملية السياسية وبأنهم يشكلوا تهديد وخطر على الأمن والسلام الدوليين. هؤلاء الناس أصلا أصبح أمرهم محسوم في مسألة القرارات الدولية، باعتبار أنه هؤلاء الأطراف أيضا، سواء المؤتمر الشعبي العام جناح صالح أو سواء الحوثيون، قدموا إلى الكويت واعتمدوا هذه المرجعيات الأساسية بما يتعلق بالقرار 226 والقرارات ذات الصلة، وهذا أمر مثبت في كل الاتفاقات التي تمت معهم. إذن هي عملية تحصيل حاصل لمناقشة هذه المواضيع وطرحها في إطار المشاورات. أما مسألة القوائم فليس هناك تأكيدات على موضوع الأسماء بالتحديد، لكن مسألة قرار العقوبات وشمولية قرار العقوبات أو إدخال موضوع العقوبات الدولية في هذا الموضوع فهو أمر يأتي ضمن الرؤى المقدمة، يأتي ضمن هذا الإطار في إطار تسوية الملعب السياسي من أجل العودة بعد إزالة الانقلاب، بعد الانسحاب الأسلحة، بعدها يتم تهيئة الأجواء للعملية السياسية ناجحة. نعم. إذن أستاذ محمد، يعني ماذا عن التحركات الأخيرة الخليجية، خاصة التقاء الأمين العام لمجلس التعاون بطرفي المشاورات، ما أهميتها؟ والله هي تأتي في إطار الحديث مع الأطراف على أهمية إنجاز اتفاق سياسي، خاصة بعد أن أوشكت الأمور على الوصول إلى نقاط مسدودة. هناك عقدة واضحة في مسألة المشاورات، إنه الرؤى الحكومية كلها تنطلق من مسألة إزالة الانقلاب وإزالة آثاره، فيما تنطلق الرؤى المقدمة من الوفد الآخر على أساس شرعنة هذا الانقلاب وعلى أساس إثبات تواجده والقفز عليه.
بمعنى انه تشكيل حكومه ائتلاف وطني، تشكيل حكومه وحده وطنيه، هم يتحدثوا عن هذا الموضوع، وهذه قضايا يجب ان تتم بعد انهاء الانقلاب، لانه السبب الذي حصل البلد وادخال البلد في اتون الحرب وادخال البلد في اتون الفوضى هو اصلا نتيجه مباشره لعمليه الانقلاب. ولذلك هذه الرؤى المتصادمه يعني اوشكت على الوصول الى نقاط مسدوده، ولذلك تاتي الجهود الدوليه في التقريب بين وجهات النظر او في التقريب في الضغط على كل الاطراف، وخاصه من الطرف الاخر، لانه باعتبار هو يقدم اشياء خارج اطار المرجعيات، فتشكيل حكومه في هذا الموضوع هو خارج نطاق المرجعيات المتفق عليها. فقرار مجلس الامن واضح في انه يجب تسليم الاسلحه، وحدد من الذي يجب ان يسلم الاسلحه، الحوثيون وحلفائهم ان يسلموا الاسلحه الحكومه، وهذا امر المفترض انه يكون ثابت وواضح. لكن الخروج عن المرجعيات من قبل الوفد المفاوض الاخر والطرف الاخر هو يضع العراقيل امام اي اتفاق سياسي حقيقي في هذا الموضوع. الجهود الدوليه تاتي كلها في هذا الاطار، هناك ليست فقط الجهود الخليجيه، هناك جهود دوليه ايضا، لقاءات مع السفراء وكل الاطراف الدوليه تحاول ان تقنع الطرف الاخر يعني بالضغط على هذا الموضوع، لانهم هم يطرحوا قضايا كثيره خارج نطاق المرجعيات، وهذه هي الاشكاليه الرئيسيه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد العمراني، نائب رئيس لجنة التواصل في فريق الفريق المساند للجنة المشاورات، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني لو تحدثنا عن لقاء الزياني أمين عام مجلس التعاون، ونحن كنا نتحدث قبل الهاتف بخصوص الضغوطات التي يمارسها على تحالف الانقلاب، يعني هو التقى بطرفي المشاورات وهو الذي كان يعني المشرف على المبادرة الخليجية، ما الذي يعكسه مثل هذا الأمر؟ وأنا بالتقدير أن السعودية أدركت أنه فكرة التفاوض مع الحوثيين التي ربما جرت قبل التمهيد لم تكن كما توقعت، بأن هؤلاء ربما وصلوا إلى نقطة سيسلمون، أو إلى نقطة أنهم منكسرون وذهبوا إلى الكويت وهم جاهزون للتوقيع. ربما كان هناك انطباع من هذا النوع، فاكتشف التحالف أن هذا ليس صحيحا من خلال ممارسة الحوثيين وخرقهم للهدنة في كل الجبهات العسكرية ما عدا جبهة الحدود، وحتى جبهة الحدود في الأيام الأخيرة كان هناك عملية اختراق لها. إذا بدأت تتحرك ربما، وبدأت نسمع حتى بعض التصريحات أنه إذا لم تنجح المفاوضات فسوف نعود للحل العسكري، هذا يقرأ كله في هذا السياق. وأنا باعتقادي أنه ما زال حتى هذه اللحظة التحالف للأسف الشديد هناك عدم، دعيني أقول تناغم كل دول التحالف في تحقيق أهداف واحدة على الأرض. هناك بعض التباينات التي ربما للأسف الشديد يستفيد منها ميليشيات المخلوع وميليشيات جماعة الحوثي. هذه نقطة نحن دائما ربما نتهرب من ذكرها، لكن باعتقادي أن اللحظة مناسبة على الأقل لدق ناقوس الخطر، أنه أي اختلاف ولو بسيط في جبهة التحالف لن يستفيد منه إلا طرف واحد، هو جماعة الحوثي وميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح. نعم، إذا يعني هل تعتقد أن ذلك يعبر عن الإجماع الخليجي الذي يضغط باتجاه حل سياسي في الكويت؟ في النهاية لابد أن يكون هناك خطين، هذا الخط متفهم في اتجاه الضغط على كل الأطراف الموجودة في الكويت، لكن لابد أن يكون هناك رؤية شاملة، لابد أن تكون هناك خطة استراتيجية، بمعنى يستطيع التحالف أن يمارس ضغوطات على الأرض من خلال الجبهات اليمنية المتواجدة على الأرض، بما يجعل جماعة الحوثي يقلل، دعيني أقول، من 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 شروطها التفاوضية. هذا لم يحدث للأسف الشديد، لا نعرف الأسباب على وجه الدقة، ولكن أنا باعتقادي من خلال مراقبتي لما يحدث على الأرض، ومن خلال مراقبتي حتى لإيقاع المفاوضات، لن تنجح المفاوضات إذا استمر التعامل مع جماعة الحوثي بهذه الاستراتيجية. جماعة الحوثي لا تفهم إلا لغة واحدة، هي لغة أن يكون الحوار هو مخرج لها وليس أداة تستخدمها في مواصلة مشروعها. عندما يصبح الحوار هو مخرج تهرب إليه جماعة الحوثي، في هذه الحالة باعتقادي ستنجح المفاوضات بما يؤول لصالح الدولة ولصالح المجتمع اليمني برمته. لكن إذا ظلت جماعة الحوثي تناور بما يجعل من التفاوض ومن الحوار أداة لتحقيق أهدافها، هنا نحن أمام خيارين،
إما أن تفشل المفاوضات وإما أن تنجح المفاوضات ولكن لصالح الانقلاب وليس لصالح الشرعية. وهنا هناك نقطة حساسة للغاية، أي تنازل ستبدأ به الشرعية بما يتعلق بما يشبه شرعية الانقلاب، كأن نذهب لحكومة ما يسمى بحكومة الخلاص، إذا ذهبنا بهذا الاتجاه فستوالى التنازلات بعد ذلك، وسيواصل المجتمع الدولي ضغطه، وسيصبح الشرعية إذا تراجعت بعد ذلك ستصبح معرقلة، وهذا خطير للغاية. لكن باعتقادي من خلال أيضا لقاءاتنا مع أعضاء الوفد الحكومي، حتى عندما جاءت فرص للالتقاء بهم، هناك موقف واضح، وهناك باعتقادي تحرك ناجح بالنسبة للفريق المفاوض في الكويت، ولكن هذا للأسف الشديد باعتقادي لا تدعم التحركات الكافية من التحالف على الأرض حتى تنجح هذه المفاوضات، ويصبح جماعة الحوثي فعلا في موطن الذي يقدم تنازلات وليس في موطن الذي يحقق أهداف ولو بالنقاط البطيئة. نعم، عند هذه النقطة سأعود إليك أستاذ جمال، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ جمال. لو تحدثنا أستاذ جمال عن يعني كل طرف، يعني إذا ما لاح هناك حل سياسي نجد أن يعني مؤيدو طرف ما يعني يبدأ بالهجوم على هذا الحل وبأنه مجرد تنازل وبأنه يعني أي حلول سياسية هي يعني لابد أن ربما تهضم أحد الأطراف إذا ما اتفقنا على حل سياسي. هل تعتقد يعني أن تكون الحكومة هي الطرف المهضوم طالما وهناك يعني ضغوط دولية شديدة للخروج بالحل السياسي، ونجد أن سقف الميليشيا كما تفضلت دائما في مناورات ولا يريد التنازل عن أي نقطة؟ الإشكالية معقدة، لأنه نحن عندنا باعتقاده هو خطأ قرار الذهاب إلى التفاوض قبل تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض، هذا باعتقادي هو خلل استراتيجي. نحن الآن ندفع ضريبته ونضطر لوضع سؤال مثل السؤال الذي تطرحيه الآن، لذلك يعني هي الإجابة لن تكون إجابة بمعنى وكأنه نطرح السؤال في سياق طبيعي، السؤال مطروح في سياق غير طبيعي، بمعنى أنه من وجهة نظري تم الذهاب، يعني متى كانت ستستطيع الشرعية والتحالف أن يحقق انتصار في سياق المفاوضات إذا كان جماعة الحوثي قد كسرت على الأرض بطريقة تجعلها تأتي لتبحث عن مخرج لا لتبحث عن شرعنا. نعم، لكن أستاذ جمال عند هذه النقطة يعني كانت الورقة الرابحة دائما للأسف الشديد يعني في المفاوضات هي تعز لكلا الطرفين، في الآونة الأخيرة خذلت تعز كثيرا سواء من الحكومة أو من التحالف، ولم تستطع أن تقدم للمقاومة أي شيء يمكنها تحقيقه على الأرض، رغم أنك تفضلت أنها كانت ستكون ورقة رابحة في المشاورات، وهذا ما يؤلم يعني أن نتحدث عن دماء الناس كأوراق ضغط في المشاورات. إلى الآن الحكومة يعني ملتزمة بالهدنة إلا في بعض الردود الخفيفة التي يعني لا تذكر في ظل القصف دائم على المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي، والمشاورات مستمرة ولا كأن الميدان هذا له علاقة بما يحدث في الكويت. وبالفعل هناك ورقة تعز طبعا كورقة أساسية، وهناك حتى باعتقادي من يتابع إيقاع العمليات العسكرية على الأرض كانت تقف في لحظات يتساءل كثير من الناس لماذا توقفت في هذه اللحظة على سبيل المثال. لماذا توقفت؟ نعم. وبالتالي لا نملك نحن إجابة دقيقة على هذا السؤال، ما زال كل ما يتداول في إطار التخمينات وليس في إطار الإجابات الواضحة والحقيقية، لأنه لا نملك نحن حتى الآن معلومات تجعلنا نحلل التحليل الصحيح هذا بكل صراحة وبكل وضوح. لكن باعتقادي أنه إذا كان من رسائل اليوم توجه الآن عندما يتحدث وزير الخارجية البريطاني عن اتفاق السلم والشراكة، اتفاق السلم والشراكة هو اتفاق تم تحت سلطة السلاح. طبعا نحن نتحدث ونحن ندرك أن المجتمع الدولي ليس بالمثالية التي نتمناها بأنه لا يرغب بأن يكون هناك ميليشيا تتحكم، لكن دعونا يعني نرفع أصواتنا ونحذر وندق ناقوس الخطر بأن المجتمع الدولي عندما يقول ولو بشكل غير مباشر أن هناك جماعة مسلحة تستطيع أن تقتحم عاصمة دولة ثم تفرض أمرا واقعا، فهي توحي لكل الجماعات الموجودة في المنطقة العربية أن تفعل ذلك. إذن نحن أمام قراءة خاطئة لما تفعله جماعة الحوثي، وكأن جماعة الحوثي هي حزب سياسي
تم الاختلاف على نتيجة انتخابات. المجتمع الدولي للأسف الشديد تعامل وكأن هذا الذي حصل، وليس أن هناك جماعة مسلحة تحركت ما يقارب من 300 كيلومتر من صعدة، هذا إذا قلنا إلى صنعاء، ومن ثم إلى تعز، ومن ثم إلى عدن، يعني اجتاحت الجمهورية اليمنية بالسلاح، وبالتالي يتم التعامل، ليس هناك تعامل يتناغم مع هذا الفعل. نعم، إذا اسمح لنا، ما أقصد أنا أن هذه هي الفكرة الجوهرية. إذا على المجتمع الدولي، نعم، وعلينا، نعم، نحن كإعلاميين، وعلى الإعلام التحالف وإعلام الشرعية أن يمارس ضغط إعلامي حقيقي يستهدف الرأي العام ويستهدف النخبة الغربية. نعم، هذا اعتقادي مهم، وإن كان قد فات الأول، لكن ما زال بالإمكان أن تصل الصورة بشكل واضح، وهناك أشياء كثيرة جدا، هناك جهود، على سبيل المثال لجنة العقوبات تصدر تقارير لماذا، نعم، لا يتم. دعني أستاذ جمال أنقل هذه الفكرة للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي، معنا من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور لك ولضيوفك مشاهديكم. أهلا بك أستاذ سليمان. طرح الأستاذ جمال ضيفنا عبر سكايب يعني قبل لحظات بأن يعني لابد على الإعلام بالذات، إعلام التحالف وإعلام الشرعية، أن يقف مع المجتمع الدولي لنقل الصورة الحقيقية حول هذه الميليشيا التي تتلاعب حتى على مستوى المشاورات، وأن يكون إعلام أكثر قوة لنقل رسالته. كيف تعلق على هذه النقطة؟ نعم، وفي الواقع أن الإعلام له دور كبير، ويعني نحن نعرف أن الانقلابيين يعني تلاعبوا بالقصص الخبرية وسوقوا الشائعات ولفقوا الأكاذيب وأجهدوا أنفسهم في صنع مطابخ للإنتاج التضليل السياسي والإعلامي، وسمعنا عن احتلالهم لمناطق سعودية وتعيينهم لحكام محليين، وكل هذا بالتأكيد إنه الجمهور والرأي العام أدرك، الذي يصله الإعلام الحوثي على الأقل أدرك كذبهم ودعايتهم. نعم، ولكن هناك نقطة أستاذ سليمان، يعني اسمح لي بالمقاطعة، يعني نقطة أيضا الوصول للمجتمع الدولي عبر المنظمات وعبر التقارير بمختلف اللغات، ويعني توضيح الحالة الإنسانية التي يعانوها من الحصار ومن قصف الطيران وما إلى ذلك، متجاهلين تماما الحرب الداخلية. هذه الصورة المنقوصة التي تصل للعالم وتجعل منهم ضحايا لا معتدين، كيف يمكن أن تجاب من قبل؟ نعم، نعم، هذا صحيح، في تقصير واضح في الجهد الخارجي وفي على المستوى الإعلام الدولي، سواء من الخليجيين أو من اليمنيين. وبالتأكيد أنا لمست أنه الإعلام الدولي منحاز للحوثيين، ويعدد إحصائيات ضحايا الحرب أو من الجانب التحالف فقط، يعني لا. منذ بدء العملية عاصفة الصحراء، عاصفة الحزم، وكأنه لا يوجد حروب قبل ذلك، ولم يكن هناك ميليشيات تضرب المدن اليمنية من قبل الانقلابيين، ولا يذكرون في شيء. وهناك تركيز أيضا من المنظمات الحقوقية على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف العربي، وهذا في الواقع ناتج من الانحيازات الأمريكية التي بدت واضحة منذ التلاقي الأمريكي الإيراني عام 2001، وبالخصوص بعد مأسسة التحالف الأمريكي الإيراني في الاتفاق النووي وعبر البنود السرية. هذا لا شك فيه. وعلى كل حال نلمس هذا في تواطؤ الإعلام الأمريكي والأوروبي مع محور إيران، وتركيزهم على المملكة العربية السعودية وحلفائها في المنطقة. ولكن الإعلام الدولي لا يغير من واقع الأمر شيء إذا لم يتغير الساسة الوطنيون، وإذا لم تقف الجيوش الصلبة
في وجه المعتدين. الإعلام لم يؤثر في يوم ما بشموخ عبد الناصر وعام 1956 في العدوان الثلاثي، ولم يؤثر في كل المواقف الحاسمة التي وقفها العرب ضد إسرائيل، وكان الإعلام الغربي ضد العرب. نعم، لو عدنا نعم. لو عدنا أستاذ سليمان للتحركات الخليجية الأخيرة، خاصة يعني الممثلة بلقاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي السيد عبد اللطيف الزياني بالطرفي المشاورات في الكويت، ويعني الدفع أيضا باتجاه الحلول السياسية، هل يمثل هذا مرحلة سياسية مكملة للمرحلة العسكرية؟ نعم، أنا أعتقد تفسيري، أنا تابعت في الواقع اليوم تابعت تحركات الزياني، ويعني لم ألمس في واقع الأمر أي نزعة لدى الزياني أو من يمثل أي نزعة للضغط على الحكومة، وهذا أمر مريح لأننا لا نوافق ونرفض أي ضغط خليجي أو عربي أو دولي على الجانب الحكومي. اليمنيون مع لهم قضية عادلة، ولا نرضى بأي ضغط سواء كان دولي أو خليجي أو غيره. هذه نقطة. وأنا ارتحت لأن الزياني الأخبار الصادرة من الكويت لم تنقل أي توجه من الزياني للضغط على وفد الحكومة، وهذا شيء جيد جدا. ثانيا، لأن بعض الأخوان يروجون أن الزياني ذهب للضغط على الجانب الحكومي، وهذا غير صحيح، أو على الأقل غير دقيق لنعتني بالمصطلحات والسياسية والإعلامية. ولذلك أنا تفسيري أن الخليجيين يريدون قطع الطريق على الهيمنة الدولية على المفاوضات، كيما لا يصبح الوضع مثل ما هو الآن بين روسيا وأمريكا في سوريا، أو بين أمريكا وإيران كما هو الوضع في العراق. والسيطرة العربية على الأزمة اليمنية أمر محمود، وأنا أتمناه وأرجو أن لا يخرج أمر اليمن عن أهل اليمن أولا بالدرجة الأولى، وثانيا عن يد جيرانهم وأشقائهم في الخليج والجزيرة العربية. نعم. طيب. وإذا كان الأمر كذلك وكما فهمت أنا، فهو أمر محمود وحسن، وينبغي أن يساند الخليجيون اليمنيين في التوصل إلى تسوية. ويبدو أن ذهاب الزياني إلى الكويت هو استعادة لأجواء 2011. لأنه المعروف أن الخليجيين هم مساندون للشرعية، والآن هم مساندون للشرعية ولكن أيضا مساندون لمستقبل اليمن ولليمنيين. وأنا أعتقد أنه الأمر لا يخرج عن هذا، لأنه لو استعصى الأمر على الموفد الأممي، وربما تتدخل القوى الكبرى المهيمنة وذات الغرض غير النزيه بين قوسين وهي أمريكا وروسيا، وإذا وضعت هاتان القوتان المشؤومتان يدهما في القضية اليمنية فهي إلى خراب. ولذلك ينبغي مساندة الزياني، خاصة أنه أظهر وكما بينت التقارير نزعة عادلة ونزعة موضوعية، وهو في الواقع شجع مناخ الكويت، وهو أيضا يعني أعطى ثقة للطرف الآخر المعرقل وهم الحوثيين، والذين أظهرت محادثاتهم معه أنهم يحتاجون إلى ضمانات. ويتطلعون إلى تخفيف الحصار، ولكن لن يعطوا، وينبغي أن يكون ذلك هو المعيار، لن يعطى الحوثيون ولا صالح أي شيء بدون مقابل.
نعم بطبيعة الحال نعم لا تقبل الميليشيا يعني أي حلول إلا يعني أو لن تقدم أي حلول إلا بأن تأخذ المقابل. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني لو تحدثنا عن تصريحات ناطق الميليشيا اللافت ربما والمختلف هذه المرة يعني في صحيفة الجريدة حول القبول برئاسة هذه للمرحلة الانتقالية بضمانات دولية، كيف تعلق عليه؟ وبالمناسبة لم يكن لدى جماعة الحوثي إشكالية في أن يبقى الرئيس أي رئيس سواء هادي أو غيره، هم لم يكن لديهم مشكلة في بقاء الرئيس بشرط أن يبقى رئيسا شكليا دون صلاحية. هو ما كان هذا ما كانت تريده بعد دخول صنعاء، هذا ما كانت تريده من اتفاق السلم والشراكة، هو أن يبقى الرئيس عبارة عن منفذ لقرارات عبد الملك الحوثي، هذا ما تريد أن تفعله جماعة الحوثي اليوم باستخدام نبرة أخرى ونبغة أخرى أن لا يصدر أي قرارات وأن تكون له أي صلاحيات، إذا ما الفائدة من وجوده؟ يعني هم يجدون طرح النقاط التي تفرغ جوهر الاتفاقيات، هذا ما تفعله جماعة الحوثي وما يتقنوه عندما يجلسون على طاولة المفاوضات، وهذا ما قلنا دائما وهو ما يظهر من كل تحركاتهم. ألا يفسر أنه يعني ربما وضع بهذا التصريح، هناك وضع لحد لخطاب الميليشيا الانقلابي أنه لم يكن معترف بشرعية هذه والآن يعترف بها؟ هو يعني إذا كنا يعني سننظر للجانب الإيجابي منها، هناك جانبا إيجابيا، لكن نحن في لحظة حساسة ولحظة خطيرة، علينا أن ننتبه لخفايا الأشياء وأن نضع كل نقطة في سياقها، لا أن ننشغل بها وكأنها مجتزئة من سياق. لو انشغلنا بالتفصيلات، لأنه أحيانا الانتصارات التكتيكية ربما تكون على حساب الانتصار الاستراتيجي، ربما لأنه دائما في 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 علم التفاوضات دائما هناك مكاسب هشة وهناك مكاسب صلبة، قد تعطيك الطرف الآخر مكسبا هشا وتنشغل به وتحتفل به بينما هو قد أحرز مكسبا صلبا، وبالتالي على الجميع سواء الإعلاميين أو المفاوضين أن ينتبهون لهذه النقطة. لا ينبغي أن ماذا عن حديثه عن محمد عبد السلام حتى يعتقد برئيس هادي، الرئيس هادي معترف به إقليميا ومحليا ودوليا، ولا ينبغي أن يفرح بهذه النقطة أصلا. أنا باعتقادي إذا أردنا أن نلخص يعني ما الذي تحتاجه اليمن اليوم، أنا باعتقادي بشكل سريع هناك زوايا كثيرة، ما أستحضره الآن هو ثلاث زوايا. الزاوية الأولى باعتقادي هو أن التحالف العربي عليه أن يدرك أن مزاج اللحظة السياسية إقليميا ودوليا يسمح بعدم الاستجابة لكل الضغوطات الموجودة، المجتمع الدولي والعالم هو في حالة انشغال بأكثر ملف، تستطيع المملكة العربية السعودية ويستطيع التحالف، وأنا قلت هذا الكلام على القنوات الإعلامية منذ اللحظة الأولى لعاصفة الحزم، أنه تستطيع الدول التحالف أن تبدأ من خلال ملف اليمن تشكيل ملامح مشروع عربي جديد. لا يمكن إذا تنازل التحالف عن أي انتصار حقيقي وكامل في اليمن ستتوالى الهزائم وستتوالى التنازلات ولن يملأ هذا الفراغ أحد، هي فرصة استراتيجية وباعتقادي لن تأتي فرصة أخرى لكي يملأ هذا الفراغ العربي الذي تستثمره إيران وتستثمره كل الدول وكل الدول الكبرى، الدول الكبرى لا تحترم إلا القوي، وبالتالي يستطيع التحالف من خلال ملف اليمن والإدارة المسؤولة له أن يعيد تعريف نفسه للعالم وأن يستطيع أن يقول لا عندما تمس الضغوطات الدولية الأمن القومي العربي بهذه الصورة التي ربما لم يسبق لها مثيل. هذه النقطة الأولى تخص جانب التحالف. النقطة الثانية باعتقادي أو الجانب العسكري أنا سأكون ربما أكثر صراحة، ونحن قلنا مرارا أننا لسنا دعاة حرب، ولكن علينا أن نفهم أن المكون الذي أمامنا ما هي اللغة التي يفهمها، ما لم تتعرض جماعة الحوثي لضربة عسكرية تضعفها أكثر لن تقدم تنازلات أكثر، هذا هو الواقع. ضربة عسكرية كيف يا أستاذ؟ يعني على الميدان، يعني ليست من ضربة تحالف وإنما توجه المقاومة في الميدان؟ يعني لابد أن تكون هناك حملة عسكرية تستفيد من انتصارات ما سبق في عاصفة الحزب وإعادة الأمل ومن الأخطاء كذلك، وأن يتم هناك إحراز انتصارات حقيقية وأن تضرب نقاط حوثية وأن تضرب نقاط القوة التي بلا شك يعرف الكثير منها التحالف،
لابد أن يتم هذا بشكل أو بآخر. نعم. ألا توجد مؤشرات عند هذه النقطة في التقدم الذي حصل في نهم اليوم، يعني التحركات العسكرية هناك؟ المعلومات التي لدي خلال كل التقدمات التي تمت في اليومين الماضيين هي مبادرات محلية ليس للتحالف فيها الدور الأبرز، هي عبارة عن محاولات لصد هجوم حققت بعض التقدم ليس إلا، لكن ما لم تكون هناك دعيني أقول استعادة للعمل العسكري بالاستفادة من أخطاء الماضي ومن انتصارات الماضي كذلك، هذا للأسف الشديد نقول ذلك، ونحن كل أهالينا في اليمن وكلنا معرضون للخطر، لا نقول ذلك أننا بعيدنا عن الخطر، لكن للأسف الشديد نريد أن تكون، أو يعني لو فكرنا باستراتيجية نريد أن تكون هذه الحرب الأخيرة، لا أن يتم هناك زراعة لغم في اليمن يتم التحكم به من قوى إقليمية ودولية، نريد أن تكون هذه هي الحرب الأخيرة، اليمنيون يستحقون أن ينتقلوا انتقالا حقيقيا نحو المستقبل حتى تكون هذه الحرب الأخيرة. نعم، إذن النقطة الثالثة التي أردت أن توردها. نعم، النقطة الثالثة هي نقطة الشرعية، ماذا على الشرعية أن تفعل؟ الشرعية عليها أن تفعل انتصارات حقيقية على مستوى الخدمات يلمسها المواطن في المناطق المحررة، من المعيب جدا أن المناطق تقترب أكثر من الناس. نعم، لابد من تحركات يلمسها المواطن البسيط، سأستخدم مثالا إيجابيا ولن أذكر السلبيات، فكرة إذا صح ما تحدث عنه من فكرة حل إشكالية مثلا الجوازات على سبيل المثال، هذه الحلول التي تلمس المواطن بشكل مباشر هي الحلول التي ستجعل للشرعية روح على الأرض، نحن لا نريد الشرعية أن تكون على الورق وقانونية فقط، هناك كما أن هناك قانون وروح القانون هناك شرعية وروح الشرعية، روح الشرعية هي أن تستطيع أن تفعل إنجازات حقيقية يلمسها المواطن في المناطق المحررة على الأقل، من المعيب جدا أن لا تستطيع الشرعية أن تفعل للمواطن أي خدمات على في المناطق المحررة، ولا نقول في المناطق التي تسيطر عليها جماعات الحوثي على الأقل. نعم، إذا شكرا جزيلا. هذه الزوايا لا تم التحرك فيها باعتقادي ستحسن. نعم، شروط الشرعية، الشروط التفاوضية، وربما تحدث يعني انتهى الوقت للأسف. أستاذ جمال المليكي، شكرا جزيلا لك. المحلل السياسي جمال المليكي كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.